يقال هكذا هي الحياة، لا البداية التي تتوقعها ولا النهايات التي تريدها. كل شيء كان جميلا ومبهرا في سماء الدوحة، حتى البداية كانت جميلة لمنتخبنا الوطني. حسان مدافع الأخضر لفترة وجيزة نسي بأن هناك تقنية تكشف ما هو بعيد عن أنظار حكم المباراة، ومن غير صلاح يهدي جماهير الأحمر الأفراح. هدف أول لأحمرنا ارتفعت معه عزيمتنا. الأخضر لا ينتظر ويبدأ بإرسال إشارة الخطر. التورنيدو سالم من بدا غائبا ظهر، ولكن إبراهيم حمل عرين. استمر خطر الأخضر، فقبل أن ينتهي الفصل الأول كرة زاحفة أرضية عبرت عبر قلوب العمانيين إلى خارج المستطيل الأخضر. الإيطالي بدأ يتساءل متى، وجاء الرد سريعا من أبناء المملكة بهجمة كانت في منتهى الخطورة لولا تمركز المخيني في المكان المناسب. القاعدة تقول أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وبرانكو يقول أفضل وسيلة للدفاع هي الدفاع. أولى محاولات الفصل الثاني كانت عن طريق كنو، ولكنها كانت متواضعة وسهلة في يد المخيني. سلاح المرتدات هو الحل الأنسب. الغساني ينطلق بسرعة ومعتز يرسل إشارة لتمرير الكرة، سددها لتدخل بين الخشبات الثلاث، ولكن الكسار أراد لها غير ذلك. جوهرة الأحمر، صلاح كان الأخطر، ولكن محاولاته لم تنتهي كما أراد لها. غريب لم يكن غريب على شباك الأحمر، استلم ومن بين جدار الأحمر سدد لتستقر مباشرة في شباك إبراهيم ليرتفع معها هدوء جماهير الأخضر. برانكو يدافع ومانشيني يهاجم. فرصة أخرى خطيرة من سعود عبرت إلى الخارج. ثلاث دقائق وتنتهي الحكاية، ولكن القمم الكبيرة في عادتها لا تنتهي إلا بعد صافرة النهاية. البليهي يسجل للأخضر ثاني الأهداف. الحكم يأمر بإلغاء الهدف. أقصر فرحة في تاريخ المستديرة كانت باسم منتخبنا. الحكم يؤكد الإلغاء، ولكن سرعان ما يتراجع بعد تأكيد غرفة الفار بأن الهدف شرعي تماما، ليبدأ البليهي كعادته بنفخ البالونة، ولكن في هذه المرة كان لونها أخضر. أطلقت صافرة النهاية، انتهت معها الحكاية في مشهدها الأول. ويبقى السؤال، الأحمر خسر، هل سيعبر؟